السلام عليكم ورحمة الله أخوتي وأخواتي في حلقة جديدة. كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال. اليوم بعجالة وبسرعة غادي نحضروا مع بعضياتنا ناباج بدون جيلاتين منزلي، واللي يمكن لينا نحتفظوا به لعدة شهور في الثلاجة بلا ما يخسر لينا. بالنسبة لهذا الناباج غادي نحتاجوا كل القياسات بالكأس ديال العنبة. أنا قست مسبقا هنايا عندي السكر الكلاصي اللي غادي نحتاجوه، هنايا كأس إلا ربع، ما عمرناش الكاس تاع الفوق ديال السكر كلاصي او سكر ثقيل. غادي نحتاجو الكاس ونصف ديال الماء اللي غنعبروه ايضا بالكاس ديال العلبه، وغادي نحتاجو ملعقه كبيره ديال النشا، نشا الذره، وبطبيعه الحال اللي كيبقى اختياري هو النكهه المفضله لكم. يمكن لكم تضيفوها مع هاد المكونات هادو قبل ما نوضعهم يطهوا لينا فوق من الغاز. انا اختاريت الفاني، يمكن لكم تختاروا اي حاجه. غنديروا هنايا نصف كيس. غادي نمروا على بركه الله في التحضير ديال الوصفه ديالنا. اولا غادي نوضعوا الكاس ونصف ديال العنبه، نضيفوا سكر كلاصي سكر فاني. غادي نضيفوا طبيعه الحال اشنو هو هذا السكر كلاصي توشاليه، وفي النهايه غادي نضيفوا الملعقه كبيره ديال المايزينا او نشا الذره. اونفان الان غادي نمسجو هاد العناصر حتى تتجانس لينا، عاد غادي نوضعوها فوق الغاز. كنوضعوا الكاسرونه ديالها الكاسرونه ديالنا فوق من الغاز على نار متوسطه، وكنبقاو كنحركوا حتى كنحصلوا على واحد المزيج عاقد اللي دابا غادي نحضروه ان شاء الله. كيف ما كتلاحظوا معايا هو هاد العنصر هذا والعناصر بدات كتجانس مع بعضياتها وبدا كيعقد لينا كيف ما كتشوفوا هانتوما. انا تنهز فيه بحال هكا، كنحركو بالسباتول ديال السيليكون. فهاد المرحله يمكن لينا نخفضوا شويه الغاز ونبقاو غاديين معاه بشويه بشويه حتى يجمع لينا ونحصلوا على الناباش بالتماسك اللي بغينا حنا، وديك الساعه نطفيو عليه الغاز ونوضعوه في انيه زجاجيه حتى يبرد، وديك الساعه نكونسفيغيوه في شي حاجه اخرى اللي غنحتفظوه فيها. ها هو الناباج ديالنا من بعد ما انتهينا وحصلنا عليه، راه مازال ساخن من بعد ما غادي يبدا يبرد شويه، غادي يتماسك اكثر كيف ما كتشوفوا. ها هو كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها وداركم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفات اخرى. الناس اللي مازال ما تابوناتش في القناه تابونا دابا، ديروا جيم لا فيديو فضلا الامر، نضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم اللي كتفيدني وكتخليني نستمر. وشكرا على التعاليق ديالكم جميله، والى اللقاء مع وصفات اخرى.